من المدرسه. والله انا ما غير معلمات ولا غير معلمات هم اسمي تفليكي. الامور للسنه هاي في 2017 هي امور صعبه جدا، كانت في ضغوطات من السابق من الاتحاد الاوروبي ومن الاوروبيين ومن العالم كله والمتضامنين لبقاء هاي التجمعات، لكن في 2017 هي وضع خطر جدا لانهم اخذوا الضوء اخطر من ترامب لاقتلاع جميع الفلسطينيين من مناطق سي، فالوضع خطر جدا جدا جدا. الوضع الاقتصادي اول شيء صعب جدا، الوضع الاجتماعي صعب جدا لانه محاط بمستوطنات، ممنوع العمل داخل المستوطنات، ممنوع داخل باي منطقه اسرائيليه ممنوع، فالوضع الاقتصادي صعب جدا. هسه في حاله انه لا سمح الله تم الهدم وزي هم بيطرح البديل بنويعمه او البديل الجبل، هي عرضوها قبل كم سنه فكان الرفض تام، لكن اذا تم هدمهن لا سمح الله راح نبقى لانه البدوي عنده بحياته 70% بالشمس، فما بتفرق عندي اذا بكون طول اليوم انا قاعد بالشمس فما عندي مشكله. التجمع هون ما يقارب من 170 ل 200 فرد بين طفل ورجل وامراه، فكانوا عايشين في السنوات السابقه على الثروه الحيوانيه، لا ولا واحد منهم كان يلتجئ الى العمل لا داخل اسرائيل ولا عند العرب، لانه كان في عندهم ثروه حيوانيه، كانت الثروه الحيوانيه كل انسان ثروه حيوانيه انتاجها بكفيه ويزيد، كان عندنا القدس الشريف هي مصدر التسويق لنا، فلما تم اغلاق الجدار الفصل العنصري فقطعوا مركز التسويق للبدو. السبب وتسميته هون في المركز هو مركز تركي، كان هناك نقطة عسكرية للمراقبة لخط القدس الأردن الوطن العربي، وفي موجود هناك خان اللي كان يستريح جاي من الوطن العربي للقدس الشريف، لأن بتذكر قبل 100 سنة ما كانت في مواصلات إلا الحيوانات، فكان زي أوتيل يربطوا فيه خان للحيوانات وسميت كل المنطقة هاي الخان الأحمر. الأحمر ليش هو خان وليش أحمر؟ لأنه الأرض الترب الموجودة هاي في الأراضي هاي لونها يعطي على الحمار. نتوقع كمؤسسة بيت سالم في سنة 2017 حتكون السنة الأخطر على القدس من ناحية هدم البيوت وتهجير السكان. في واقع الأمر ما يتم في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس هو عملية تهجير للسكان. قبل يومين توجهت الإدارة المدنية للمنطقة اللي احنا متواجدين فيها الآن ووزعوا اخطارات هدم لجميع السكان، اخطارات إن بما معناه أن أطلعوا من الأرض، ما تقومون به في هذه الأرض هو غير هو ليس ملككم، هو غير تابع لكم. أنذر السكان بالخروج، قاموا بتوزيع الاخطارات على بيت بيت لدرجة أنهم عدوا رؤوس الأغنام داخل الحظائر، وجميع ما يقومون فيه هو فقط لصالح توسيع مستوطنة معلي أدوميم اللي مساحتها مفروض حسب المخطط الإسرائيلي تكون بمساحة تل أبيب أو أكبر.